مرحبا برج الدلو، أهلا فيكم في قراءتكم العامة. ثمانية السيوف، خرجت من سجن عقلي، سجن نفسي أكثر من أن يكون سجن حقيقي. دائما كنت تعتقد أن الحياة صعبة، أن الفرص ضئيلة أمامك، كنت تحس بطاقة سوداوية يا برج الدلو في السابق، ولكن مقبل على فترة انفتاح. سبعة الأكواب، لأن سبعة هو رقم الانتظار. شوف، من بعد سجن، ومن بعد ما مريت فترة فيها احتمال انك كنت عاطل عن العمل، الفرص قليلة ونادرة امامك، تبحث عن الفرص ولكن ما تجدها، راح يكون في انفتاح. شفت السد لما ينفتح شلون يكون الضغط فيه قوي؟ هاي الدرجة يكون الانفتاح في حياتك وفي الفرص حتى اللي امامك جدا قوية، والمفعول مالها قوي. ينفتح كل شيء أمامك مرة واحدة، حتى لدرجة أنك تتشتت. عندك في الفترة القادمة من بعد الانحصار الكثير من الأفكار، الكثير من المشاريع، وحتى الكثير من المسؤوليات، الكثير من الزبائن، حتى الكثير من الأشخاص اللي يطلبون اهتمامك، اللي يعرضون عليك فرص، اللي يعرضون عليك أن تعمل معاهم، تعمل من أجلهم. الأموال بالمختصر، مشاريع كثيرة من بعد فترة ركود يا برج الدلو. وننهي جانب المشاريع أو حتى الوظيفة بتربعك على عرش الأرض. إن طاقتك هوائية، ولكن طاقة الأرض هي طاقة الأموال، النجاحات راح تحقق. شوف، في أبراج تمر بنمو بطيء أو نمو، خلينا نقول موزون نوعا ما، يكون نموهم متدرج. برج الدلو، بما ان انت الماستر او رئيس المجموعة الهوائية، فشي طبيعي ان قفزاتك في الحياة راح تكون ايضا قفزات طبيعتها هوائية، مو قفزات صغيرة في تدرجك في السلم الوظيفي. يعني يوم تكون موظف عادي مرة واحدة يقع عليك الاختيار عشان تترأس مجموعة كبيرة أو مشروع كبير، عندك هاي الطاقة. عاطل عن العمل مرة واحدة تبتدي مشروع، إنزين بسرعة تصعد فيه، بسرعة يصير أمامك صيت، بسرعة تقع فيه حتى عجلة هاي المسؤوليات، وتأسس لنفسك اسم. أشوف هني برج الدلو من بعد فترة غياب وانقطاع وهدوء وسكون ركود، حتى صار لك فترة يعني كأنما هني حتى تحجرت وايد، صار لك تنتظر، راح في الأخير يبتدي من شهر 7، أشوف حتى هاي الطاقة من شهر 6 و5 ابتدت عندكم، إنه يطلع لك صيد، اسمك يبين بين الناس، الناس تبتدي تعرف اسمك، تسأل عنك، من هذا مالك المشروع، من المسؤول عن تنفيذ هذا المشروع الناجح، يسألون عنك بالاسم يا برج الدلو. مرحلة جدا جميلة مقبل عليها في حياتك العملية. خلنا نشوف جانب الأموال. دائما جانب الأموال راح يكون مرتبط نوعا ما بجانب المشاريع والتطورات في الحياة العملية. عندك فارس النار، الفارس السريع، مسؤوليات كثيرة لازم بسرعة تنتقل من مسؤولية إلى اللي بعدها، بدون حتى ما تفكر، بدون ما تاخذ وقت. طاقة النار، الأفعال، كأنما إهني رسالة لك من أجل أن أنت ما تفوت أي فرصة، لأن مثل ما نقول الفرص كالسحاب. أنت محتاج مو أنك ترفض أي عروض عمل، وإنما حاول أن تقبل قد اللي تقدر، اقبلهم كلهم، ولكن تنفيذك خليه يكون سريع في المشاريع عشان تحصد الأموال. أشوف هنا برج الدلو أنك ما رح تحصل على الأموال اللي ترغب فيها إلا لما تنفذ المشروع، فاجبر نفسك ان انت تعمل سريعا، ما تعلق في طاقة الهواء، طاقة التفكير وطاقة التخطيط. عندنا اربعة الاكواب، ابدا مو شرط انك اولويات. رقم اربعة هو دائما يعني لي الاولويات. شوف، اذا انت هني يا برج الدلو، وان كانت اشوف هني الاموال، بما ان عندنا طاقة الماء، الاموال قاعدة تنضخ في حياتك بشكل مستمر في الفترة القادمة، يعتمد على المشروع اللي تمسكه. عندك أكثر من خيار، هل تتوظف، هل تعمل عمل خاص، أو الاثنين.
ولكن الشيء اللي تعطيه اهتمام في الفترة القادمة اختيارك، مهما كان اختيارك ترى، هل المشروع أو هل العمل الخاص، هل الوظيفة الثابتة، اللي تعطيه اهتمامك انزين هو اللي راح يعطيك المردود المالي الأكبر. مجرد أنت يجب أن تختار، لا ترفض الكل ولا تقبل الكل، خليك تنتقي. بما أن احنا هنا عندنا مثل السد اللي راح ينفتح أمامك، سد البرشر أو التدفق ماله عالي، تدفق الفرص، فخليك تنتقي عشان تقدر على الأقل تركز في تنفيذ المشاريع. وبعدين تأتيك هنا قاعد أشوفك تعمل كمل محصل، المحصل هنا تحصل أو تجمع الأموال. ستمر في الفترة القادمة بفترة تحس أنك قاعد تبني نفسك من الصفر، لأن هذه هي طاقة التلميذ المراهق الصغير في السن. فمهما كان عمرك أو نضوجك حتى في الفترة القادمة، لا لا أبدا، عندنا 4 رقم الأساس. لا تفكر أنك مثلا في السابق يا برج الدلو كنت دائما تبذر في الأموال، فمعناته تضطر أنك أيضا في الفترة المقبلة تتعامل مع نفسك بنفس الأسلوب. لا، حتى لو أنت كنت مثلا غير مسؤول ماديا ماليا، كنت من النوع اللي وايد تبذر، كنت من النوع اللي ما توفر الكثير من الأموال، مهما كانت هني طباعك، تصرفاتك المالية اللي يجب أن تغيرها، غيرها. كن شجاعا بما فيه الكفاية أن أنت تحصل أموالك. إذا أحد مدين لك بالأموال، حصل أموالك. هني عندك طاقة عدم التنازل، عدم الحياء. حتى دائما المراهقين لا يتسمون بالخجل، يعبروا عن رغباتهم. عدم الخجل من تحصيل أموالك في الفترة القادمة. انزين، ننظر إلى جانب الدراسة. إذا كان عندنا أحد منكم في أو يتطلع إلى هاي الجانب، عندنا 3 الخماسيات، أكثر كرت لحد الآن تكرر في كل قراءات شهر يوليو، يختلف معناه باختلاف وضعه في القراءة، ولكن هذه طاقة جميلة بغض النظر وين ما تكون، طاقة جميلة. ملك الأرض وراها و 10 السيوف. راح أقول لك النصيحة في الأكاديمية، خلينا نقول، أو في الدراسة. برج الدلو، إحنا وأنت أكثر واحد راح تستوعب كلامي لما أقول لك إحنا نمر بفترة التعليم فيها نفسه يتغير. متطلبات السوق بعد ما تدرس وتضيع من عمرك، ما بقول تضيع من عمرك، ولكن تمضي من عمرك 3-4 سنين أو أكثر تدرس تخصص معين وتجتهد، تتوقع أن أنت خلاص حققت نفسك وحان الوقت عشان تحصد الأموال وتأتي لك الوظيفة. سوق العمل تغير، قاعدين مو بس يطلبون التحصيل الأكاديمي والتفوق الأكاديمي، هو أساس نعم، ولكن هو مجرد طرف واحد في المعادلة. المعادلة فيها 3 أطراف، 3 أطراف. التفكير بإبداع، سوق العمل يحتاج أشخاص دائما عندهم تفكير مستقل، وهذه هي طبيعتك، فلا تقلق من هاي الجانب. التفكير الإبداعي هو من أطباع الأبراج الهوائية. ما هو العامل الثالث اللي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار؟ سوق العمل أصبح مو فقط ينظر إلى تحصيلك الدراسي حتى لو ما كنت متفوق، ينظر إلى خبرتك. بتقول لي أنا حين توني قاعد أعمل على التحصيل الدراسي، شلون تسأليني عن الخبرة؟ النصيحة لك إن مهما كان التخصص اللي أنت فيه حاليا، حاول وأنت قاعد تدرس لا تقضي وقتك فقط في الدراسة. استغل فترة الإجازات اللي ما بين الفصلين، إجازة الربيع إجازة الصيف، في أن تحصل على تدريب، حتى لو كان تدريب من غير مردود مادي أو بمردود مادي جدا زهيد. الطاقة عندك هني خلال شهر يوليو وحتى في الفترة القادمة، تغير ترى سوق العمل. لازم تدعم دراستك الأكاديمية بخبرة عمل، ومو أي خبرة عمل، خبرة عمل قوية تساعدك بكرة على أن أنت تكون من أوائل المرشحين للوظيفة. لا تعتقد أبدا أنك خلاص وصلت لأنك حصلت على الشهادة، مجرد أول عتبة في طريقك. دعم
شهادتك بخبرات بتدريب. إذا أنت مثلا تدرس شيء تعليمي، حاول أنك تحصل على تدريب في مؤسسة تعليمية بغض النظر، احصل على تدريب، أنت اللي محتاج للتدريب. هذه هي الرسالة لك. عشرة السيوف، أنت على وشك أن تتخرج، لا تتخرج وبعدين تضطر أن تتعامل مع هاي الحقيقة، بعدين تحس أن ضيعت مثلا وقت الإجازات الصيفية فقط من دون أن تجهز نفسك. أنت محتاج تشوف عندك انتقال، لأن العشرة هو الاكتمال، راح تنتهي من الصعوبة الأكاديمية ولكن مقبل على سوق عمل زاد فيه التنافس ويطلبون الحين متطلبات غريبة عجيبة، مو فقط شهادتك وبعد يبون خبرة. جهز نفسك قبل ما حتى هم يسألونك، أنت عندك ملك الأرض، أنت إذا سويت هذا الشيء، النقطة اللي قلت لك عنها يا برج الدلو، راح تصير كامل، والكامل الله سبحانه وتعالى، كامل في نظر اللي ينتقون. إحنا ليش نتعلم؟ دائما نكون نتوقع مستقبل نجاح وظيفة. تنتظر هذا الشيء، سو هذه النصيحة، لأن أنت هني راح تكون مسلح بكل الموارد، كل الشروط. أي مكان عمل تذهب إليه إذا عندك شهادة وتوك متخرج وأيضا عندك ولو 6 شهور خبرة عمل، أنت خلاص. وإذا كنت تقدر تعمل وتدرس في نفس الوقت أفضل وأفضل، أنت تكون في قائمة الأفضل ترى في نظر اللي يوظفونك. هذه هي الرسالة لك في الناحية الدراسية. خلنا نشوف جانب الهجرة. عندنا السيف الصغيرة وأميرة السيوف، هذا هو كرتك يا برج الدلو. شوف، في تأخير في أمنيتك، في تدخلات خارجية للأسف، أنت ترغب في الهجرة، في عوامل خارجية غير عادلة، ما بقول لك عادلة لا، لأن عندنا سيف المراهق، غير عادلة هي اللي قاعدة تأخرك عن حلم الهجرة وأنك تبتدي حياتك. قاعدة أشوف هني برج الدلو يقول له أنا بس أهاجر إلى الدولة الفلانية راح تكون عندي عصا الساحر، كل أحلامي راح أقدر أني فعلا أنفذها، كل طموحاتي راح تكون سهلة المنال. وكلامك صح يا برج الدلو، ولكن خلنا نشوف هني، نلقي نظرة على التأخيرات اللي قاعدة تأخر الهجرة. شوف، الدولة اللي أنت تحاول الهجرة لها، خصوصا إذا كانت من الدول الغربية أو الأوروبية، عندهم نظام الهجرة أو قبول الطلبات تكون نظام معقد، بالعادة نظام معقد ما تقدر تضع يدك على الأسباب بالضبط، ولكن اللي أقدر أقول لك إياه أن في أولوية، هم يضعون أولوية أنت لو عرفت عنها راح تقول هذه عنصرية. مثلا في بعض الأنظمة تفضل الشخص الأعزب، بعض الأنظمة تفضل الشخص اللي راح يهاجر يكون معه عائلة، بعض الأنظمة تفضل أشخاص ترى، لا تقول إن أنا قلت لك، ولكن فعلا هذا اللي عرفته، إن بعض الأنظمة يكون عندها مثل الرانكينج أو التصنيف، الناس اللي من الدولة الفلانية مثلا، الناس اللي من الصين يحصلون على تصنيف أعلى من الناس اللي من الدول العربية، الناس اللي من دول اللي من أصول مسلمة أو من أصول مو على أساس الدين، لا على أساس الدول أكثر، هذا اللي يعرفه. الناس اللي من دول مثلا أوروبا يحصلون دائما على تصنيف أفضل، امتيازات أفضل عند الهجرة. مهما كانت هني المعوقات اللي يضعها أمامك النظام، نظام الهجرة للدولة اللي ترغب أن تهاجر له، شوف أنت اللي في الوسط، هذا برج الدلو، هذه هي كرت النجمة، The Star، تحقيق الأمنية. مهما طال ومهما كان الشيء مو عادل لأي كثر بيطولونه، في النهاية طال الزمن أو قصر، مثل ما هني اندفع وتدفق سيل الفرص أمامك في حياتك، الحمد لله ابتدت تفرج على برج الدلو. نفس الشيء في موضوع الهجرة، نفس الشيء، ما راح يقدرون يأخرون الموضوع أكثر من كذي، فقط بقت أيام معدودة لحين ما الله سبحانه وتعالى يكتب إرادته، يعني خلاص التوقيت الحين بيد الله. طلع من في أمور، في أسباب، نأخذ بالأسباب، هم قاعدين يأخرونك، أو اسمك أشوفه هني ما قاعد يصير في الأولوية بسبب النظام اللي عندهم، نظام الهجرة مالهم، ولكن في النهاية أمنيتك راح تتحقق.
هذا اللي أقول لك إياه بخصوص موضوع الهجرة. بخصوص موضوع الصحة، عندنا عشر الخماسيات، كل شيء مرتبط ببعض يا برج الدلو. كثرة الفرص والأموال القادمة في طريقك والنجاحات المتدفقة راح تسبب عندك تكاثر الأموال. تكاثر الأموال راح يسبب عندك المبالغة في أكل شيء معين تحبه، المبالغة في أسلوب حياة مو صحي، مثلا تأكل وايد فاست فود، تأكل وايد أطعمة دهنية، ما تحافظ على رشاقتك، تشوف هذا الشخص رشيق. مو بس أنت واللي حولك، يعني حتى اللي حولك تشجعهم على أكل الأطعمة الدسمة. الرسالة الصحية لك أن تنتبه لصحتك. تقول لي ليش تنتبه لصحتك؟ تقوم أنت بالتغيير. السيف إذا ما تستخدمه لصالحك راح يستخدم ضدك، دائما هاي طاقته. يجب أن تقوم بإجراء التغييرات ولو صغيرة بداية من هاي الشهر. من هاي الشهر بتقول لي ليش ما أشوف عندك مشاكل صحية كثر ما أن خفت وزنك، صحة بدنك، صحة أكلك راح تساعدك من أجل أن تذهب وراء تحقيق طموحاتك. برج دلو، أنت من أكثر الأبراج اللي انتظرت فترة طويلة، كنت في الظلام، انتظار انتظار انتظار، ما قاعد شيء من اللي تبيه. فالحين صار في انفتاح، لأن صاير فترة انفتاح أنت محتاج كل ذرة طاقة تستخدمها في مكانها الصحيح، محتاج صحتك، محتاج قوتك عشان تروح تحقق. ما يصير أنك تقعد أو تعاني مشاكلك الصحية لو عانيت منها خلال هاي الفترة، سواء كان مشكلة عضلات، مشكلة تمزق، مشكلة فيتامينات، أي مشكلة تقعدك وتأثر على صحتك راح تأثر كثيرا أيضا على أموالك وحالتك المادية هنا ومشاريعك. محتاج القدرة على الحركة السريعة والصحة عشان تحقق أهدافك. لازم تفهم أن صحتك هي اللي تعينك على تحقيق ذاتك. الأبراج الثانيين يعملون على مدى 4-5 سنوات متواصلة عشان يوصلون. أنت عندك أمامك نافذة سنة واحدة. في سنة واحدة راح تقوم كأنما بكل هاي العمل المضغوط، لذلك أقولك أنك راح تحتاج كل ذرة طاقة. إنزين، الجانب القانوني، 5 الخماسيات، الكوب الأول يتلوها 4 الأكواب. شوف برج الدلو، في شخص استغل طيبتك، استغل جهلك ببعض الأمور القانونية، الأمور المادية، سويت مشروع وانت توك ما عندك خبرة مثلا. في شخص استغل طيبتك انزين وتعاملك الطيب، لذلك الموضوع بينك وبينه راح يصل أو وصل حتى إلى الجهاز القضائي في الدولة. انت هني كأنما تحس ان انت اللي غلطان، انت اللي ملام، عندك طاقة شوية خوف، مو عارف الموضوع وين راح يروح. انا راح اقول لك وين الموضوع راح يروح. الموضوع والتسوية راح تحسم الى صالحك، لان هذا الشخص وان كان استغلك انزين، الوقائع والحقائق في كفة، ولكن انت جهلك ترى نعمة. جهلك اللي راح يطلعك، لأن فعلا أشوف هني برج الدلو فعلا ما كان يدري، فعلا الطرف الثاني ما وضح له الحقائق، ما خلاه يوقع وهو فاهم كامل، ما اتفق معاه قبل ما ينفذ. لذلك في النظام القضائي جهلك راح يكون نعمة، راح يصدقون ان انت فعلا ما كنت تدري وصار اللي صار بينك وبين الخصم بطيب نية. الأمور راح كف كف أو الحكم راح يطلع على صالحك أنت. الكوب الأول يفوض لك أنت مو للطرف الثاني. هذا الطرف اللي جرك إلى المحاكم باعتقاد أنه راح يمتص منك آخر ذرة أموال، راح يستغلك لآخر قطرة، أخطأ، وقع في شباك الخاصة، من حفر حفرة لأخي وقع فيها. أنت اللي في النهاية راح تحصل على النجاح والحكم يطلع في صالحك، وراح ترفض حتى التسوية مع هذا الشخص. بعد ما يطلع الحكم ضده
راح يأتي ويقول لك خلنا نسوي الحين، خلنا نسوي مصالحة، أوكي راح أقبل الشروط القديمة، راح أقبل العرض القديم اللي عطيتني إياه يا برج الدلو، أو راح أقبل التسوية المالية القديمة. أنت النصيحة لك أن ترفض هذا الشخص، لا يجب رحمته، لا يجب الوثوق فيه، لأن أشوفه شخص جدا استغلالي، كان السبب في التشويش عليك. وعندنا نمط دائما يستغل الناس، لا تثق فيه، وعندما يصير الكف إلى صالحك لا تعطيه ولا ترحمه ولا تتعاون معه، حتى أنت استغل الموضوع لصالحك، لأن أشوف كأنما إن شاء الله الموضوع راح يكون لصالحك. خلنا نشوف القراءة العاطفية لبرج الدلو، راح تكون عامة. إنزين، القراءة العاطفية المفصلة راح تتلو إن شاء الله خلال الفترة القادمة في شهر يوليو. مهما كان وضعك، أنت أعزب، أرمل، مطلق، خذ الرسالة العاطفية بما ينطبق، أو غيرها، حورها بما ينطبق على وضعك العاطفي. إنزين، خلنا نشوف الغزل اللي طلع لك يا برج الدلو. يقول لك هذا طبعا فال شعري متخصص في قراءة الطاقة والفال. إنزين، يقول لك هل رأيت أو أرأيت أن الحبيب لم يرغب إلا في الجور والظلم، وأنه نقض العهد ولم يختم للغم الذي نحن فيه. في شخص هو اللي في السابق انظلمك، ولكن الحين أنت أبديت ردة فعل لظلمة. هو صد عنك في البداية، أنت الحين صديت عنه، هو أهملك، أنت أهملته، الحين يشوفك كأنما قاعد يلومك، أنت يراك أن أنت اللي ظالم. برج الدلو برج هوائي، لا تظلمه بعدين تتوقع انه راح يظل ينتظرك كثيرا. الابراج الهوائيه ما تنتظر وما تتعلق كثيرا، هذا طبعها، هذا عنصرها الطبيعي. يقول لك فيا رب لا تؤاخذه، ولو انه اصطاد قلبي اصطياد الحمام، فاوقعه ثم قتله ولم يرح حرما لصيد الحرم. كان في بينك وبين هذا الشخص اتفاق، هو اللي أخل هذا الاتفاق، هو اللي تجرأ في البداية، بعدين قام يلومك، بعدين رد يقول لك، يعني متناقض حتى في ردة فعله تجاهك. يوم مثلا يلومك كل اللوم، يوم يقول لك لا أنا ما أؤاخذك على اللي أنت سويته، أنا ممكن أني أتحمل جزء من الملامة، أنا أيضا غلطان، أنا أيضا أتحمل جزء من هاي المشكلة اللي صارت، انت اللي اوقعت قلبي. قاعد يتكلم ب هذا الشخص، يتكلم بلغة الضحية. ولقد جفى علي سوء حظي، اما الحبيب فحاشا لله ان يتبع الا مراسم اللطف وطريق الكرم. لما يقعد هذا الشخص بينه وبين نفسه ويتذكر ايش قد انت تأثيرك حلو على حياته، ايش قد هو يشتاق لك، لما تكون طاقته فقط طاقة اشتياق، ما يشوف منك الجانب اللي في البداية قاعد يلومك فيه، لا، يقعد أيضا يتقلب على جانب أيضا آخر ويقول لك لا، أنت يا برج الدلو أنت كامل والكامل الله. زين، أنت لطيف، أنت كريم، أنت ما شفت منك إلا جميل. كأنما سكرة، دقيقة، شفت لما الإنسان يكون سكران أو يذهب عن العقل، يظل يتذكر فقط جانب واحد من القصة، جانب الاشتياق لك، هذا الشخص مشتاق لك. لما يشتد به الاشتياق ما يشوفك إلا أنك لطيف وجميل وأفضل اللي التقى فيهم قبل، ولكن من تقرب منه، من تتعامل معه أو تعطيه وجه مرة أخرى تسمح له للدخول لحياتك، يرد يبتدي يتنمى على النعمة، يرد يبتدي يعيب، يلوم، يعاتب، ما يعرف ظل في حياتك بطريقة صحيحة صحية، تظلون في سلام مع بعض، ما يعرف، لأن أشوفه من يقترب أو من أنت تسمح له أنه يقترب يرد يغلط ويرد لومك. وإذا ابتعد عنه، أنت إذا صديت عنه يا برج الدلو، يبتدي يقول لا أنا غلطان، أنت سامحني، أنت اللي ما طلع منك إلا الطيب. إنسان جدا متزن اللي تتعامل معه. إنزين، ومع ذلك كله، فمن لم يتحمل ذل الحب فلن يحترمه أحد حينما حل أو ذهب.
يقول لك يا برج الدلو، النصيحة لك إذا أنت تريد الحب، لأن برج الدلو السيف، طاقة العقل، حقاني عقلاني، تؤمن في الأمور المتزنة. يقول لك ولكن الحب، هني أنت الرسالة لك يا برج الدلو، الحب طريق وعر مو طريق مستقيم أبدا، وسواء كان هذا الشخص أو شخص ثاني اخذ على أساس أنه تدريب. كل شخص خصوصا في الأمور العاطفية رح يتصرف بطريقة فيها عدم عدالة، فيها ذل، مو ذل وإنما عدم اتزان، خلينا نقول فيها عدم أمور ما تليق بك، يتصرف بطريقة ما تليق بك. كل شخص بطريقة ما، كل ما تعاملت معاه راح تشوف منه أمور، راح تظل كأنه ما، هني يقول لك راح تظل أعزب يا برج الدلو إذا ما تحملت هاي النوع من التقلب في أمور الحب. الحب لازم يأتي مع ثمن وهو تقلب الأحوال. فيا أيها الساقي أحضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكن لجم مثل هذا الجام. انزين، هذا البيت جدا عميق في المعاني ولا أكثر من معنى، راح أفسر المعنى الأغلب وأنتوا خذوا الرسالة بما يناسبكم. فيا أيها الساقي أحضر الخمر وقل للمحتسب لا تنكر حالنا فلم يكن لجم مثل هذا الجام. الشخص شوف، أول شيء الرسالة إن اللي ينظرون إلى إليك أنت من بعيد يا برج الدلو يقللون من، ينظرون إليك نظرة دونية، يقولون شوفوا برج الدلو ما يعرف يظل في علاقة عاطفية بدون ما ينفصل، ما يعرف، شفنا إحنا كلنا متزوجين وبرج الدلو لحد الآن حالة الله أعلم فيه. في شيء عند برج الدلو يخليه لحد الآن ما ارتبط وما رسى على شريك. شنو الشيء؟ يقول لك لا تنكر حالنا، هم الغلطانين إن يستنكرون حالك، ليش لحد الآن ما عندك شريك أو ما ارتبطت وما كذا وكذا وكذا. الناس اللي متزوجين يقعدون معاك يعطونك مثلا هاي النبرة، نبرة اللي كلنا تزوجنا ليش انت ما تزوج، كلنا مرتبطين ليش انت ما عندك حبيب. يقول لك فلم يكن لجم مثل هذا الجام. جم هو الملك جمشيد في بلاد فارس القديمة، اللي اشتهر عنه انه عنده كأس يرى فيها احوال العالم. شفت شلون الكأس، سوري، الكرة الكريستالية اللي نرى فيها احوال العالم، هو كان عنده كأس يشرب فيه النبيذ. طبعا هذه أسطورة ولكن ناخذ الزبدة منها، أسطورة أنه كان عنده كاس يشرب فيه النبيذ لحد ما يسكر، وبعدين عن طريق النظر في هذا الكأس كأنه ما يسوي فال لنفسه، ينظر إلى الكأس ويرى في أحوال العالم. يمكن جزء من الأسطورة صحيح، يمكن كلها غلط، الله أعلم، ولكن اللي إحنا مستفيدين منه هني برج الدلو هو ماستر أو رئيس قائد القطيع الهوائي، الهواء طاقة العقل، طاقة الإدراك، طاقة المعرفة، العلم. برج الدلو يقولون دائما صعب أن نثبته في علاقة، ما يبقى ما يثبت، لأنه يعلم. الملك جمشيد كان عنده كوب يرى فيها أحوال العالم، الآخرين يدخلون في علاقة ويتزوجون وغيره، عندهم جزء من الجهل لحد الآن، مو مكتشفين من بالضبط شريكهم، ما هي طبيعته، ما هي حقيقته. برج الدلو يكتشف من أنت في 5 دقائق أو أقل، فما يحتاج يلف معاك هاي اللفة الطويلة العريضة وظل سنين مرتبط فيك، يتزوجك، يدخل معاك في قصة حب عشان يكتشف حقيقتك. لذلك بسرعة يأخذ قرار بخصوصك بسرعة، أما يبعدك، أما يقربك، أما يسمح لك، أما هذا بالضبط. عشان كذي أيضا الشخص اللي أنت قاعد تتعامل معاه حاليا مضطرب، معرف يتعامل معاك بسرعة كأنما تبعده فيتوب وترجع فيرجع لعاداته القديمة. ولكن هذه الرسالة للأشخاص اللي يلومونك أو يحاولون يحسسونك أنك مو على مستوى من الأهلية للارتباط مثلهم، هم اللي في جهل، هم اللي أخذوا أو دخلوا علاقاتهم
ومو بالضبط فاهمين من الشريك اللي ارتبطوا فيه. أنت لأنك عارف طبيعة الناس، عارف الحقائق، بسرعة تكتشف من هو الشخص اللي أمامك. ومسكين ذلك السالك الذي لم يأخذ طريق إلى حرم الحبيب، فقد جاب الوادي ولم يتبين الطريق إلى باب الحرم. أنت هني تنظر لهم على أساس أن أهم المساكين، وأهم ينظرون لك أن أنت المسكين. كل واحد يقول للثاني أنت اللي غلطان، أنت اللي مو فاهم، أنت اللي ما تشوف الصورة اللي أمامي. هم يشوفونك أنت اللي مسكين، ولكن حقيقة أهم هذين الأشخاص اللي يستنكرون حالك أهم اللي في جهل، أهم اللي مو فاهمين إن اللي أمامهم يشوفهم بأشعة الإكس راي أو الأشعة السينية بدون حتى ما يضعهم تحت الأشعة. هذا برج الدلو أخذكم من الآخر وعرفكم، لذلك ما راح يظل يضيع وقته في علاقات عاطفية على الفاضي. فيا حافظ، احرز قصب السبق، استبق أسرع، والتقف كرة الفصاحة، فلا فضل للمدعي ولا خبر له بها أو دراية. بالضبط هني كأنما طلعنا من وضعك مع الشريك ودخلنا في وضعك مع الأشخاص اللي يستنكرون حالك. خل ردك دائما جاهز لهؤلاء الأشخاص، لا تسكت ولا تتجاهل ولا حتى تتجاوز عن كلامهم. استبق كرة الفصاحة، خل دائما ردك جاهز. لما يقولوا لك ليش انت مرتبط، قول لهم هل انتم مرتاحين في ارتباطكم؟ انتم لما اقعد معاكم لحد الان تقولوا لي ما نمتوا بما فيه الكفاية، مو مرتاحين، الزواج في افضل حالات مسؤولية، فانتم على ايش تلوموني؟ لكم شيء عندي؟ هل انا اذا ارتبط او ما ارتبط يأثر على مستوى سعادتكم؟ بيقولوا لكم لا ما يأثر. كرة الفصاحة، الفصاحة هو الرد اللي يأتي من منطوقك الخاص يا برج الدلو، وهو منطوق السيف، الحقائق، العلم، مو كرة الرأي أو كرة الشغف، لا، الفصاحة تأتي من علم. فلا فضل للمدعي، ما حد له شيء عندك يا برج الدلو، لا تفكر في نظرة الآخرين لك، لا تستعجل حتى أن تدخل هذا الشريك أو غيره، تسمح لهم بالاقتراب مرة ثانية لحياتك، لأن في أشخاص يعجلونك، يحاولون حتى يحسسونك بالنقص ان انت الحين لحد الان مرتبط مثلا. ابدا لا فضل للمدعي، ما حد له شيء عندك ولا خبر له بها او درايه. انت تزوجت ما تزوجت، سعيد او تعيس، مهما كانت حالتك الاجتماعيه، هاي الاشخاص ما راح يدرون عنك. انت الوحيد اللي تقدر توزن سعادتك فقط. هم مجرد يقعدون معاك يستنكرون حالك، يعيبون لأن يحسون بالنقص داخلهم، مجرد رفلكشن أو رفلكشن، قاعدين يعكسون حالهم عليك. فما عليك، أوكي أشوفك في وضعك العاطفي بالعكس قاعد كأنما تدرب الحبيب على الأسلوب الصحيح للتعامل معك. عزيزي برج الدلو.